نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا حاشدا في مركز نصر النوبة بأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. وشارك في المؤتمر أعداد كبيرة من السياسيين والمواطنين الذين أعربوا عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت بمحافظات الجمهورية على مدار السنوات الماضية. ليه؟ لأن احنا شايفين اللي عمله، شايفين ازاي بدأ الاهتمام بالبنية التحتية، العشوائيات، الطرق، الكباري، الوحدات الصحية، صرف صحي، غاز طبيعي، الفقراء، كرامة وتكافل. الله، هو احنا هو ما سابش منطقة إلا ما اتحرك فيها وراح فيها. احنا جايين نأيد ونبايع السيد الرئيس باعتبارنا احنا ابناء النوبة كلهم، باعتبارنا احنا عنوان اسوان واحنا السلاح الناعم لاسوان ولمصر كلها، فخاصة ان احنا حصلنا على العديد من الانجازات في عهده، زي التعويضات اللي كانت متأخرة، المقعد البرلماني اللي كنا بنحلم به اكتر من 40 سنة حصلنا عليه. طبعا سيادة الرئيس يستحق وبجدارة أن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية في الوقت الحالي. بأمانة الراجل ده أدى دور كبير، وبالذات في الوقت الحالي في الأحداث الجارية عالميا، موضوع غزة الراجل وقف وقفة ممتازة جدا، فلذلك استحق أن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية. نأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الجاية إن شاء الله، فترة رئاسية جديدة، وأنا بطلب من الناس اللي الحشد الناس كلها تنزل وتأدي اللي عليها. النهاردة جينا لنأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول له كمل المسيرة. جئنا النهاردة لنحضر ونقول للسيد الرئيس سير على بركة الله، ونحن من خلفك إن شاء الله، وكلنا بنأيد وكلنا بنقول معاك لآخر العمر بما قام به لإنقاذ البلد وحماية البلد، ووشه خير على البلد وعلى شعب مصر كلها. جئنا إلى هذه الأرض الطيبة في أمسيات الحب التي نزف فيها مشاعر الولاء والوفاء لقائد مسيرة مصر. جئنا إلى هذه الأرض التي أنجبت العظماء من أبنائها والخالدين من تراثها، التي تحمل مقومات المصرية الخالصة، لنزف إلى رئيس مصر ومرشحنا المفدى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل آيات التوفيق لك. من هنا من قلب النوبة نؤيد فخامة الرئيس، نؤيد تأييدا كاملا. أهالي النوبة أصحاب القلوب البيضاء والوجوه السمراء، نؤيد فخامة الرئيس. احنا جينا هنا صراحة عشان نعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، ونتمنى التوفيق وإن شاء الله بالنجاح بإذن الله.